السلام عليكم. اليوم 26/3/2024، محاضرة الساعة 8. وصلنا عند موضوع الديجراديشن للهيم. احنا بنعرف انه الخلايا الدموية الحمراء بعد عمر معين، تقريبا عند 120 يوم من مضيها بالسيركوليشن، مباشرة بصير لها ديجراديشن. وعادة المكان ديجراديشن النورمالي، يعني المكان او السايت اللي بصير فيه ديجراديشن، هو الريتيكلو انديثيليال سيستم، وسواء كان بالليفر او الاس بي، لانه بيكون غني بالماكروفيجز. هذا المكان بيكون غني بالماكروفيجز. تقريبا 85% من الهيم اللي بيتم له عمليه ديجراديشن بيكون مصدره من السينسنت اللي هو ريد بلاد سيلز، والبقيه بيكون اذر بروتينز. الفكره بتتم بالطريقه التاليه، انه هاي الريد بلاد سيل عن طريق الريسبتار ميديت اندوسايتوسيس، وهنا مباشرة بصير ديجريديشن، بتدخل بتكون الفاجو لايزوزوم، ارتباط اللايزوزوم مع الفاجوسوم. وهنا طبيعة الحال الهيموجلوبين بصير له ديجريديشن إلى هيم والجلوبين. الجلوبين أصلا بيعطيني أمينو أسيدز، بينما الهيم بيعطينا بورفورين، والبورفورين بصير له ديجريديشن إلى وبصير له ميتابوليزم الى ان كونجوجيتد بيلوروبين. ويوم اقول ان كونجوجيتد بيلوروبين، هنا يعني البيلوروبين بيكون مرتبط، البيلوروبين مع الالبيومين، يعني بعد مجرد ما يخرج من هاي الخلايا باتجاه الدم البيلوروبين، لانه نون بولر مرتبط مع مين؟ مع الالبيومين اللي هو قلنا نون سبيسيفيك ليبيد كارير. بالنسبه للهيم كمان هاي احد الباثويز. الان الاف اي كمثال ممكن نضيف الاذر بروتينز، ممكن يصير له ستورج على شكل في الريتينا والهم سيدرين، ممكن يصير له ريليز للدم عن طريق الترانسفيرين وبمساعده اذر بروتينز زي سيربلو بلازمين. على كل الاحوال هون يعني هذا المخطط، هذا المخطط. وندخل للديتيلز يعني كمان شوي. اولا الهيم، احنا حكينا عن الجلوبين عن طريق البيبتايديزز، بتم باللايزوزوم بتم التخلص وبتم كومبليت ديجراديشن للبروتين بارت، وبالتالي بيعطي ايش؟ بيعطي امينو اسيدز. الان الهيم، عمليه الديجراديشن للهيم بتتم في ديفرنت ستيبس. اول ستيب بدي اعمل الهيم، بدي اعمل له ريدكشن عن طريق انزيم بسميه الهيم اوكسجينيز، بيلزمنا اكسجين ونات بي اتش، وبيعطيني السي او بالاضافه الى الاف اي، وبيعطيني البيليفيردن. البيليفيردن لونه جرين، لونه جرين. بعديه انذر ريدكشن، البيليفيردن بصير له كمان ريدكشن اضافي من خلال ايش؟ من خلال بستهلك كمان نات بي اتش بنتج البيلوروبين. البيلوروبين بتلاحظوا بيكون اللون الرئيسي له بيكون ريد اورنج، بيكون ريد اورنج، واللي هو عادة عن طريق انزيم سمينا بيليفيردين ريدكتيز. بعديها بيخرج من الماكروفيج، وهذا الكلام كله بيتم بالماكروفيج. بعديها بيخرج من الماكروفيج الى البلد، بيرتبط مع الالبيومين لانه كنا نون بولر، وهذا الحكي بعديها بدخل مباشره الى الليفر، ومن الليفر بصير له كونجوجيشن وبكون هون بصير له كونجوجيتد بيليروبين، وراح نحكي عن التفاصيل. يعني هاي الديجراديشن الهيم، بتلاحظوا ايش؟ بتلاحظوا انه هاي الالوان في زي ما شفتوا انه كل انترميديت في الديجراديشن له لون، فلذلك يعني بعد ما الشخص يصاب بالصدمة، هاي الصدمة بتلاحظوا إنه أول شيء بيكون لون أزرق أحمر، وسيتدرج تدرج الألوان نحو الهيلينج. طيب مدام قلنا إنه البيلوروبين مع الدم مرتبط مع الألبيومين، ومجرد ما يكون قريب من الليفر بصير في ديسوسيشن ما بين الألبيومين وما بين البيلوروبين. هنا بيدخل ولاحظوا الارتباط بيكون زي ما حكينا
نون كوفيلنت بوند، نون كوفيلنت بوند. ليه؟ لانه زي ما حكينا انه لانه بالنسبه للبيلوروبين هو سلايتلي سوليوبل ان بلازما، فلذلك بحاجه الى يكون البيومين يكون مرافقه. فمباشره هنا بدخل الانتيروسايت عن طريق الفسيلات ديفيوجن، بدخل البيلوروبين الى الهيباتوسايتس عن طريق الفاسيليتي ديفيوجن، وبرتبط مع بروتين برضو في داخل الهيباتوسايت بسميه ليجندين، بسميه ليجندين. الان الليجندين الهدف من الموضوع، لانه ما دام يعني نون بولر هذا الحكي بيساعد ايش؟ بيساعد يعني وجود بروتين زي الليجندين بيساعد الالبيومي، بيساعد البيلوروبين على انه اوجهه باتجاه another enzyme عشان عمل له conjugation، يعني بيسهل عملية وصوله as a substrate لإنزيمز مختلفة. طيب الآن بمجرد ما إنه البيلوروبين صار داخل الهيباتوسايت ومرتبط مع الليجندين، هنا إيش مباشرة بيصير له عملية conjugation، والconjugation بينتج بيلوروبين داي جلوكونايد، داي جلوكونايد، وهذا الحكي بطلق عليه الكونجوجيشن، بطلق عليه الكونجوجيشن الآن. وعادة هذا الحكي من حتى أعمل له كونجوجيشن وأكون البيلوروبين داي جلوكرونايد بلزمني إنزيم، هذا الإنزيم بسميه بيلوروبين يو دي بي جلوكرونوسيل ترانسفيريز، بيلوروبين يو دي بي جلوكرونوسيل ترانسفيريز. وعادة هنا بالزمن زي ما حكينا 2 مولكيول من الجلوكورونيك اسيد، 2 مولكيولز من الجلوكورونيك اسيد. وهنا يعني النهاية اللي بيكون يو دي بي جلوكورونيت بيكون از دونر، والرياكشن هذا الحكي بيزيد من السولوبيليتي للبيلوروبين. ليش انا بعمل كونجوجيشن؟ لان زي ما قلنا البيلوروبين اصلا بيكون السولوبيليتي قليله، فيوم اعمل كونجوجيشن بيزيد السولوبيليتي عالي مشان يقدر يمر عبر البايل. رقم أربعة هنا يصير في سكريشن للكونجوجيت بيلوروبين، يصير في سكريشن. هذا السكريشن لوين؟ باتجاه البايل. يعني أنا أول شيء هيك بدي أحكي، أول شيء في الريتيكولو إنديثيليال سيستم أنا عندي ريد بلود سيلز، عملنا الماكروفيجز عملنا لها فاجوسيتوسيس، بعديها في الماكروفيج نفسها الجلوبين كوننا منه امينو اسيدز، والهيم صار له تو رياكشن، تو سكسيسيف رياكشنز انتجت ايش؟ انتجت البيلوروبين. مشكله البيلوروبين انه سلايتلي سولوبل ان ووتر، فلذلك او في البلازما بيخرج الى البلد. مين بيمسكه؟ بيمسكه الالبيومين، بيرتبط بطريق برابطه نون كوفيلنت بوند، وهذا الارتباط بينتج عنه ايش؟ بينتج عنه كومبلكس، هذا الكومبلكس مع البلد وصلنا لليفر. الليفر عندها بصير في ديسوسيشن للالبيومين، وبيدخل عن طريق الفسيلات ديفيوجن بيدخل البيلوروبين إلى الهيباتوسايت، وبالهيباتوسايت مباشرة بيرتبط مع الليجاندين، وبعدها هاي البيلوروبين مع الليجاندين مرتبط مباشرة عن طريق ايش؟ عن طريق تصير له كونجوجيشن مع 2 جلوكورونيك اسيد، 2 جلوكورونيك اسيد. وهنا لازم يكون، حتى يكون دونر لازم يكون كل واحد مربوط مع اليو دي بي عن طريق انزيم بسميه بيلروبين يو جي تي. ايش بيعطيني؟ بيعطيني هنا بيلروبين داي جلوكرونايد،
واللي بالتالي بروح لوين بروح بسميه الكونجوجيتد هون. البيليروبين هون اللي بيكون بالبلاد بيكون ان كونجوجيتد، فبروح بعديه مباشرة عن طريق البايل، من البايل بتروح على السمول انتستن عشان يساعد في الامالسيفيكيشن، برضه بيساعد في ايش؟ يساعد في ديجريديشن للليبيدز مشان قصة الامالسيفيكيشن زي ما حكينا، وديزولفينج ايضا للكوليسترول الفري كوليسترول الموجود. هسه بعديها مباشرة لوين وصلنا؟ شوف البيليروبين دايجلوكرونايد وصل لوين؟ عن طريق البايل وصل نقول عمل شغله واشتغل في السمول انتستن، راح ينتقل لوين؟ ينتقل للجت لللارج انتستن. اللارج انتستن فيها بكتيريا، البكتيريا ايش بتعمل؟ بتعمل له ريدكشن الى يوروبيلونوجين. اليوروبيلونوجين بيكون لونه كلرلس، بيكون كلرلس. طيب اذا بيكون كلرلس، وبعدها جزء كبير من يعني اليوروبيلونوجين بصير له اوكسيديشن الى ستيروكوبيلين، وهو اللي بيعطي اللون الفيسز لون البراون كلر. وبعضها وجزء قليل من اليوروبيلونوجين بيصير له عملية الابزوربشن من الجت وبدخل للبورتال بلاد، جزء منه وين بروح؟ بروح على الليفر، وجزء آخر بروح زي ما حكينا بيصير له سكريشن مرة أخرى نحو البايل، وجزء آخر من اليوروبيلونوجين بينتقل عن طريق ما دام وصل للبلد، جزء منه بينتقل إلى الكدني، وهناك بيصير بتحول إلى اليلو يوروبيلين، اليلو اللي بيعطي لون البول اللون المميز، بتسمى عمليه اكسكريشن مع هاي نفس العمليه. هذا لاحظوا سنسنت اللي هو سنسنت اللي هو السنسنت بلاد سيلز، لاحظوا هنا مباشرة عن طريق الماكروفيجز بصير لها فاجوسايتوسيس، وزي ما حكينا الستبس انتست البيلوروبين، البيلوروبين اللي هو الان كونجوجيتد عن طريق السيد ديفيوجن بدخل للليفر بصير له بايندينج مع الليجاندين، ومن الليجاندين هون بعدها مباشرة بصير له كونجوجيشن عن طريق بيلوروبين يو جي تي باستخدام 2 جلوكورونيك اسيد. كل جلوكورونيك اسيد بيكون مرتبط مع مين؟ مرتبط مع اليو دي بي، يرتبط مع اليو دي بي، وبكون هون البيلوروبين داي جلوكورونايد، واللي بدورها اللي هو بسميه كونجوجيت بيلوروبين، بنتقل بعديها عبر البايل لوين؟ الى بيوصل للسمول انتستين، بعدين لللارج انتستين. باللارج انتستين هون ايش بصير له؟ بصير له عن طريق البكتيريا بصير له ريدكشن الى اليوروبيلونوجين، اليوروبيلونوجين بيكون كلرلس، جزء من جزء كبير من اليوروبيلونوجين بصير له اوكسيديشن عن طريق البكتيريا برضو، يعني بكتيريا مره بتعمل ريدكشن مره بتعمل اوكسيديشن تعطيني ستيروكوبيلين. الآن بالنسبة لجزء قليل من اليوروبيلونوجين بيصير له ابزوربشن، يوصل البورتال سيركوليشن وبعد ثم إلى الليفر، وعادة مرة ثانية بتتم عملية يعني مكررة تستمر، وجزء آخر وبالتالي يوصل لوين؟ إلى يعني السايكل بتتم، وجزء يسير أيضا بنتقل عن طريق بلد وبيوصل إلى يعني جزء يسير من اليوروبولوجين بيوصل لوين؟ بيوصل الى الكدني، هناك بصير له بتحول الى اليوروبولين، وبالتالي تلون البراز اللون البني. الامر الثاني راح نحكي عن اخر توبيك، نحكي عن الجوندس. الجوندس اللي رقعنا، الجوندس اولا هو سيمتوم وليس مرض، الجوندس هو سيمتوم، بسميه ايش؟ بسميه اكترس، احيانا بسميه جونديس بسميه اكترس دلاله على وجود الصفار في منطقه ايش؟ السكليرا اوف ذا اي، وعاده يلو كلر اوف ذا سكين. يعني شو يوم اقول جونديس بيكون الكاركترستكس له يلو كلر اوف ذا سكين، النيل بيتس برضه يلو كلر او النيل بيتس، السكليرا اوف ذا اي اللي هي بياض العينين بصير اصفر، وهذا بيكون سببه اكيد
ديبوزيشن للبيلوروبين، ديبوزيشن للبيلوروبين، وهو عادة بيكون سكندري. سكندري الجوندس يوم يصير في زيادة بالبيلوروبين ليفلز بيظهر حالة الهايبر بيلوروبينيميا، ارتفاع مستويات البيلوروبين. وهو زي ما حكينا هو سيمتوم وليس مرض، هو سيمتوم ل ديس اوردر معين، سيمتوم لديس اوردر معين. في انواع من الجوندس. اول نوع الهيموليتيك جوندس. الهيموليتيك جوندس هذا الحكي اذا متذكرين يوم كنا نحكي عن الجي 6 بي دي كمثال، ولا البايروميت كاينيز ديفيشنسي، هذول بسببهم هيموليتيك انيميا. هذول اللي بتلاحظوا انه بفعل ايش؟ بفعل الاوفر برودكشن من البيلوربين اللي ناتج من الهيموليسيز، وبالتالي المفروض انه المفروض يعني هناك في كميه كبيره من البيلوربين داخله، لوين داخله على الليفر. هسه اكيد الانزيم بيلوربين يو جي تي انزيم له كاباسيتي في عمليه البايندينج، لانه في الكونجوجيشن يعني بشكل عام الليفر عنده كباسيتي تقريبا لحد 3000 ميلي جرام بالبيلوربين، او 300 ميلي جرام بير داي. بس ممكن الان يعني، وكمان عنده كباسيتي ينتج لحد 3000 ميلي جرام بالبيلوربين بير داي. وهذا الحكي يعني تخيلوا 300 ل 3000، فجزء جزء من اول شيء من البيلوربين ما بصير له عمليه كونجوجيشن، بيصير له ليكج من الليفر باتجاه بلود ستريم، بيزيد مستويات الان كونجوجيت بيلوربين. او الامر الثاني انه لانه دخول البيلوربين الى الليفر الهيباتوسايت بيكون عن طريق الفسيلة الديفيوجن، بيوم يكون تركيز البيلوربين في داخل الخلايا بيكون عالي، معنى الكلام ما راح يقدر يدخل البيلوروبين اللي هو الانكونجوجيتد، وبالتالي يكون موجود وين موجود، يعني يا بيصير له ليكج يا انه ايش، يا انه برضه هو اصلا ما بيقدر يدخل. بالنهايه بزيد مستويات الكونجوجيتد بيلوروبين، وبالنهايه هذا الحكي بنتج عنه ايش؟ بنتج عنه الجوندس. هاي الجوندس فعل زياده مستويات البيلوروبين. هاي الجوندس هنا بتلاحظوا انه اول شيء لو فحصنا انزيمات الليفر الاي ال تي والاي اس تي بتكون مالها، بتكون نورمال، بس راح نلقى ايش؟ راح نلقى الكونجوجيت بالاوربين الكونجوجيت، وبالذات الان كونجوجيت راح نلقى مستوياته عاليه، بالذات لان كونجوجيت بالاوربين راح نلقاها عاليه. فهذه الجزئيه. طيب يعني تجاوزنا الليفر بشكل يومي حتى 300 ميلي جرام، بس في يوم يكون في هوملتك انيميا ممكن يوصل لحد 3000، وبالتالي اي زياده بتظهر ما بيقدر يعمل لك كونجكيشن فبتظهر زي ما حكينا. النوع الثاني هيباتو سيلولار جوندس. هيباتو سيلولار جوندس بيكون انا مشكله بالليفر، وعاده يوم يكون مشكله بالليفر اذا معناته مستويات الاي ال تي والاي اس تي بتكون مالها، بتكون عاليه، لانه في ليفر سيل دامج. مثلا بيشنتس عندهم سيروسس او عندهم هيباتايتس، هذا الانزيم ما بقدر، ما الانزيم البيلوروبين يو جي تي ما بقدر يعمل كونجوجيشن، ما بقدر يعمل كونجوجيشن، وهذا الكلام بزيد مستويات الان كونجوجيتد بيلوروبين، واللي بسبب انه صار في ديكريز للكونجوجيشن. يعني هنا البيلوروبين مستوياته بتزيد في البلد، وليه؟ لأنه صار في ريدكشن في الكونجوجيشن، صار في ريدكشن في الكونجوجيشن. وحتى كمان ما دام في ليفر دامج حتى الكونجوجيت بيلوروبين بيستلو ليكج للبلد، وبالتالي بيزيد مستويات الكونجوجيت بيلوروبين بالنهاية. يعني هو أولا بدينا في زيادة مستويات الان كونجوجيت بالاوربين، وهنا صار في زياده كمان بالكونجوجيت بالاوربين، حتى لو انه ليش؟ لانه حتى الجزء اللي احنا انتجناه ما بنقدر نعمل له ايش؟ نعمل له تارجتنج، لانه عمليه انتقاله من الهيباتوسايتس باتجاه البايل بيتم عن طريق الفاسيليتي ديفيوجن،
بدنا عن طريق الاكتيف ترانسبورت، عفوا عن طريق الاكتيف ترانسبورت، وبالتالي احنا بدنا طاقه، بدنا طاقه حتى نقوم بهذا الامر. فلهذا السبب لانه في دمج للخلايا، بالتالي ما بقدر نوصل نحو البايل، والنتيجه هون ايش النتيجه؟ النتيجه انه بصير له ليكج باتجاه البلد ستريم، وهذا الامر شو بترتب عليه؟ ديكريز الانتيرو هيباتيك سيركوليشن لهذا الكومباوند، وبدخل البلد بصير له فلتر لليورين، بروح باتجاه اليورين، لانه الكونجوجيت باليورين هو ماله، هو طبيعته بيكون بولر. ليه؟ لانه الكونجوجيشن زاد السوليبيليتي له، ما بيحتاج الى الالبومين. وهنا من الاشياء المهمه انه اليورين بيكون دارك كل السيمتومز، والستول بيكون بيل يعني لونه صخري. ليه؟ لانه ما وصل الكونجيجيتور ما وصل بكميه الكافيه، وهذا الحكي هذا الحكي بيجعل لون البراز زي لون الصخور البيضاء. المستويات الاي اس تي والاي ال تي هنا بتزيد، وعادة عنده نوزيا وانوكسيا. الانوركسيا النوزيا الدوخة والغير، والانوركسيا بيكون عنده برضو فقدان للشهية. النوع الثالث الاوبستراكتيف جوندس، الاوبستراكتيف جوندس بيكون هذه الجوندس ناتجة ليس له علاقة بالاوفر برودكشن بالاوربين، او قصة انه صار في ريدكشن بالكونجوجيشن، لا العكس، انها له علاقة بصير في انغلاق في البايل دكت. يعني هذا هذا مميزه، انغلاق في البايل دكت. عادة وجود الهيباتيك تيومرز مثلا، وجود البايل ستونز، هذا ممكن يعمل بلوك للبايل دكت اللي بتوصل للسمول انتستن، وبالتالي بيعمل بريفنشن لمرور البيلوربين والبايل برضه نحو ايش؟ نحو الانتستن. هذول الاشخاص ايش السيمتومز اللي عندهم؟ gastrointestinal tract pain، نوزيا، وبرضه الستول بيكون بيل لانه كلي كيلر، واليورين داركنز. بس هون انا بميزه بالبدايات انيشيالي، كيف بميزه؟ بميزه اولا في انه بيكون بالاي اس تي والاي اس تي والاي ال تي بيكونوا نورمال، لانه ما في ليفر دامج. هي القصه هاي الليفر، وهي عندنا ايش؟ وهي عندنا الجول بلادر، وعندنا هي عندنا ايش كمان؟ عندنا الانتستين في بلوك، الليفر ما لوش دخل. بس المشكله انه ايش المشكله هون؟ الكونجوجيت بالاوربين في ميزه انه الكونجوجيت بالاوربين يصير له اليفيشن، لانه راح يصير له ليكج. كونجوجيت بالاوربين راح يصير له اليفيشن. ليه؟ لانه ما دام مش قادر يوصل الى من الليفر الى البايل داكت، بالتالي هو بيصير له ليكج، وبالتالي بسبب الهايبر بيليروبينيميا. ولكن هو ارتفاع في الكونجوجيتد بيليروبين، ارتفاع في الكونجوجيتد بيليروبين. وعادة زي ما حكينا انه بس الاكسكريشن نحو اليورين، ولكن اذا صار في يعني اذا عملية الاوبستراكشن للبايل داكت كانت لفترة زمنية طويلة، هذا ممكن يسبب ليفر دامج، بالتالي بزيد لاحقا، بزيد مستويات الانكونجيكيت بالاوربين. يعني انيشيالي بتفرقوا بين الامر، انيشيالي وفاينالي. انيشيالي بيكون الارتفاع الانكونجيكيت او ارتفاع الكونجيكيتد بالاوربين، بس بيكون بعد فتره بصير ارتفاع فيه، لانه بصير في ليفر دامج، بصير في ارتفاع في الانكونجيكيت بالاوربين، انكونجيكيتد بيلوروبين، وبصير في ارتفاع مستويات الاي اس تي والاي ال تي لانه بصير ليفر دامج. يعني هاي البرنسبل. في عندنا النوع الاخير هو الجونديس ان نيو بورنز. الجونديس اكثر شغله انا بحكي عن فئه الانفنت، وهدول اللي بيكون اللي برماتشور، وهدول الاشخاص او هدول الاطفال بيكون عندهم مستويات البيلوروبين، البيلوروبين يو جي تي بيكون في اسباب عديده، من ضمن الاسباب انه الانزيم نفسه ما بيكون ما وصل الى الحد المطلوب من العمل، يعني بيكون هو اصلا مستوياته ات بيرث بيكون مستوياته قليله، وحتى يوصل للحد الطبيعي بده 4 اسابيع من
الولادي. هذا اللي بيصير اليفيشن للبيلروبين، وبالاخص بيلروبين الان كونجوجيت بيلروبين، زياده مستويات الان كونجوجيت بيلروبين، لانه بتعرف الالبومين ما بقدر يمسك بكل البيلروبين، وهذا الحكي بيجعل البيلروبين انسول ديفيوزنج باتجاه البيز الجانجليا. وبتعرف البيلروبين اذا زاد بالاخص الان كونجوجيت، لانه هو السوليبيليتي له بالووتر قليله، بس اذا وصل الى البرين ووصل البيز الجانجليا بسبب توكسيك انسيفلوباثي، وبالتالي ايش بالتالي بسميه كيرنيك تيرس، وبالتالي هذا يعني لايف ثريتنينج كونديشن. لذلك الاطفال بيكون عندهم اليفيشن بالبيلوروبين اللي هو الان كونجوجيتد. الان كونجوجيتد كيف بيتم علاجهم؟ بيتم علاجهم بالفلوريسنت لايت، بلو فلوريسنت لايت، اللي بيحول البيلوروبين الى يجعله مور بولر، وبيحول الى ووتر سويبل ايزومر، واللي بدوره ايش بسميهم فوتو ايزومرز، بيصير له اكسكريشن مع البايل بدون ما يصير له كونجوجيشن. هسه هون بالنسبه للجوندس من نيو بورن بسميه جينيتال جوندس، بتشكل 60% من الفول تيرم نسبه حصوله، يعني الاطفال اللي بولدوا كامله 9 شهور، و80% من الاطفال البريتير من نيو بورنز اللي بيكونوا يولدوا قبل الاوان. هذول بصير في عندهم اليفيشن زي ما حكينا بالان كونجوجيت بالوربن، وبتكون في خلال البوست نيتال ويك، يعني الاول اسبوع من بعد الولاده، وبيكون يعني هذا مؤقت، وبيكون فيسيولوجيكال، ما بتكون باثولوجيكال، يعني هي فيسيولوجيكال جوندس، يعني بعد فترة زمنية هل في سبب بينتهي السبب بينتهي الجوندس. من الأسباب اللي ممكن بتسبب النيونيتال جوندس في البريتيرم، أول شيء إنه بنعرف البريتيرم أو النيونيت بيكون حجم الريد بلود سيلز مقارنة مع عدد بتكون أكبر، بالتالي لازم تتحول إلى النورمال سايز، فلذلك برضه بصير فيه هوميليسز بشكل طبيعي. كمان انه بنفس العمليه، انه هناك اختلافات بانواع الهيموجلوبين ما بين ايش ما بين الانفنت وما بين الادلت، يعني بيكون مستويات بيكون اعلى شيء عند الانفنت بيكون هيموجلوبين اف، لكن عند الادلت هيموجلوبين اي، فبده يصير في عندنا نوع من التحول من هيموجلوبين اف الى هيموجلوبين اي، لذلك لازم يصير فيه هوموليسز حتى يصير في ريبليسمنت للفيتال هيموجلوبين. كمان الاكتيفيتي للهيباتيك بيلروبين يو جي تي بيكون بالعاده في بدايات بتكون له الاكتيفيتي قليله، ولكن بعد 4 اسابيع بيوصل الى الحد الاعلى، ولكن هذا بيكون الميجر فاكتور. ميجر فاكتور لاحظوا في حاله ايش، يعني هون ميجر فاكتور في موضوع نيونيتال جوندس بيكون ديفيشنسي للانزيم، هذا الانزيم بيلروبين يو جي تي، لاحظوا بيكون بيصير له ريدكشن بالاكتيفيتي، وبالمقابل بزيد مستويات الكونجوجيتد بالاوروبي. لاحظوا وانا حكينا انه الاكتيفيتي بتكون لليو جي تي بالاوروبي، يو جي تي بيكون لو بده 4 اسابيع. لاحظوا هنا مثلا بقارن بين الفول تيرم انفنت والبريماتور انفنت، الفول تيرم له باللون الازرق، والبريتيرم او البراتشور بيكون اللون الاحمر. لاحظوا على اليو جي تي اكتيفيتي اكيد بتكون في الفول تيرم اعلى، هاي فول تيرم هاي بريتيرم اكيد يعني، بس اذا بدي اجي اعمل مقارنه ما بين البوست نيتال دايز ما بين السيرم توتال بيلروبين، لاحظوا انه ممكن توصل، يعني هيك خلينا نحكي احنا يعني حسب الفيجر امامنا، انه مستويات البيلوروبين في البريتير بتكون اعلى مقارنه مع الفولتان، يعني هذا صار مستويات البيلوروبين، ولاحظوا هي بعد فتره زمنيه محدوده ترجع للمستويات الطبيعيه. عاده المستوى الطبيعي تنتبه لموضوع انه ممكن يعني وين انا مطلوب مني اتدخل واعمل فوتوثيرابي، يعني يكون مستويات البيلوروبين ان كونجوجيتور مستويات عالية جدا، يعني ممكن توصل ل 25 في اعلى، فهون انا بقدر بحاجة الى استخدام
هذا الجهاز. اذا هنا مره ثانيه الكيرنيك تراس، الكيرنيك تراس يوم يصير في اليفيشن، كيرنيك تراس كير معناها من كيرنر معناها نوكليوس، ويك تراس معناها جوندس، اليولو نوكليوي معناها اليولو نوكليوي. فهنا اكثر شغله اذا مرتبط مع منطقه بالبرين سميناها النوكليير ريجن، او مسميها البيزل جانجليا، وصول كميات كبيره من الانكونجيجيت بلوربين، وبالاخص اذا كانت اعلى يعني من 20 ل 25 ميلي جرام بير ديسيليتر، هنا ممكن انه يصير في ديفيوجن للانكونجيجيت بلوربين باتجاه البيزل جانجليا، بالتالي بسبب التوكسيك انسفالوباثي، وهذا بيكون باثولوجيك، يعني هاي الحاله بتصير باثولوجيك مش فيسيولوجيك، هي باثولوجيك لانه ممكن تسبب اعراض ومخاطر اكثر. ليش؟ لانه اول شيء الاقارب بين الكونجوجيتد والانكونجوجيتد، الكونجوجيتد بيكون له بلوريتي عاليه، بالتالي بخرج عن طريق يا البايل، يا في حالات مرضيه بروح باتجاه اليورين. ولكن الانكونجوكيت بلورمن لانه هو سوليبيتي قليل بيقدر يمر عبر البلود برين باريرز، وهذا الحكي هذا الحكي معنى الكلام انه بيعمل توكسيتي. لاحظوا هنا اللي بيقدر يوصل الى اليورين بيظهر باليورين فقط الكونجوكيت بلورمن. يعني لو كان عندنا مثلا الانكونجوكيتد، وان الكونجوكيتد بيكون هنا الكونجوجيت بلوربين هو اللي بيظهر باليورين، لان الان كونجوجيتد زي ما حكينا بيقدر يمر عبر البلد بارير، وبالتالي كنتيجة بياثر بطريقه سلبيه على البيزا الجانجليا، وهذا الكلام بيسبب التوكسيك انسفالوباثي. لاحظوا هنا وين الاشخاص اللي بيكونوا مثلا الاطفال اللي بيكونوا مستويات عالية من البلوربين، بالأخص الان كونجكيت بلوربين، هذول بنعالجهم يعني، ولكن بيتم علاجهم زي ما حكيت لكم عن طريق ايش، عن طريق فكرة البلو فلورسنت لايت بسميها الفوتو ثيرابي، مشان احول البلوربين الى مور بولر، وبالتالي مور ووتر سوليوبل ايزومر، وهذا الفوتو ايزومر بيقدر يمر عبر البايل الى البايل، ومن ثم وصول الى الانتستين بدون ما حاجه يكون يعمل له كونجوجيشن، بدون ما يصير له كونجوجيشن بالجليكروليك اسيد. هاي فكرتنا احنا عن موضوع ايش، الموضوع هذا تشابتر. حد عنده سؤال يا جماعه؟ حد عنده سؤال؟ طيب احنا عندنا التشابتر اللي قبل الاخير راح نحكي عن الامينو اسيد ديجراديشن اند بايو سينثيسيس، امينو اسيد ديجراديشن اند بايو سينثيسيس. احنا هذا برضو جزء من تشابتر بس ما راح نحكي عنه، يعني هو مقتضب. طب ناخذ من هون أولا متذكرين إيش طبيعة، شو طبيعة الأمينو أسيدز اللي بتعطينا ساكسين الكو إيه؟ لو أنا فتحت هيك وعملت شير، ورجيناكم لازم نروح على جلوكولوجينيسيس. أنا مش حاطين الرسم هون، إحنا
طيب ما كل سيستم. شوفوا انا سالت السؤال كان ايش الامينو اسيدز اللي بتعطيني سكسين الكوي، كان هذا السؤال. هاي شايفينهم ايزوليوسين ميثيونين فالين ثيرينين، ايزوليوسين ميثيونين فالين ثيرينين. الآن أيزوليوسين بتعطي السكسينيل كوي أيزوليوسين ميثيونين فالين وثريونين. واحد اثنين ثلاثة أربعة. The methionine is one of four amino acids that form succinyl CoA. فعرفنا هو واحد من عشر أربعة. الآن خلينا نشوف إحنا شو أهمية الميثيونين. الميثيونين هون أنا بنتج منه إيش؟ بنتج منه other amino acids. خلينا بس أكبر الفيجر. الميثيونين أنا بنتج منه مثلا السيستين، ممكن أعيد إنتاج الميثيونين. وهذا الكلام هذا البحث مهم جدا، يعني راح أحكي عن تفاصيل عنه مع الشرح. الميثيونين أولا عن طريق إنزيمز، الإنزيمز لاحظوا الميثيونين عليه إيش؟ عليه ميثيل جروب، يعني الأس السلفر اللي موجود بالآر جروب مرتبطة مع ميثيل جروب. فكل القصة بدي أشيل الميثيل جروب، كل الموضوع بدي أشيل الميثيل جروب أنا هون، مش هنعمل له كونفيرجن لسيستين أو أرجعه إلى ميثيونين وات إيفر. فالميثيونين هنا أنا بستهلك اي تي بي بوجود المغنيسيوم، بحوله إلى أس أدينوسيل ميثيونين، يعني أنا بربط الأدينوسين مع الميثيونين فصار اسمه أس أدينوسيل ميثيونين. يعني الارتباط الأدينوسين مرتبط مع مين؟ مع السلفر. الإنزيم اسمه أس أدينوسيل ميثيونين سينثيتيز. فهذا الناتج اختصار السام اللي هو أس أدينوسيل ميثيونين، اختصاره السام. بعديها هنا في عندي ميثيل اكسبتور. الميثيل اكسبتور ايش بيعمل هون؟ الميثيل اكسبتور بياخذ الميثيل جروب من الاس ادينوسيل ميثيونين عن طريق الميثيل ترانسفيريز، طلع لي ميثيليت برودكت. فشو صفى عندي؟ شلت الميثيونين فصار يوم انا انزع، صار عندي ممكن نقول ميثيونين ناقص ميثيل جروب شو بيعطيني؟ بيعطيني الهوموسيستين بيعطيني. فلذلك انا هنا نزعته وانتج لي اس ادونسيل هوموسيستين، يعني بدل ميثيونين صار عندي هوموسيستين بعد ما شلنا زي ما قلنا الميثيل جروب. بعديها انا هون عن طريق الهايدريشن انا بشيل ايش؟ بشيل الادينوسين، فيبقى النتيجه عندنا ايش؟ الهوموسيستين. يبقى الهوموسيستين مشكلته انه يوم يصير له اليفيشن في البلد ستريم والخلايا، بالذات بالخلايا، هذا بسبب اوكسيديتيف ستريس، بالتالي بيكون يعني هو يعني بالنهايه بسبب ايش؟ بسبب زي ما حكينا الاوكسيديتيف ستريس، بالنهايه
هذا الحكي ممكن يكون أحد مسببات الأثيروسكليروسيس. فلازم الهوموسيستين لازم يكون مستوياته تقل. فلذلك أنا الهوموسيستين بربطه عن طريق الفوليك أسيد والبي 12، وكل فوليك أسيد هسه هون بيرتبط مع أنذر سبستريت اللي هو ام 5 مثل تترا هيدروفوليت بوجود الميثيل كوبالامين اللي هو الاكتيف فورم من بي 12 بوجود الميثيونين سانثيز. انا بعيد انتاج الميثيونين، فصار عندي انا بدي فوليك اسيد هون، فوليك اسيد والاكتيف فورم من البي 12 حتى اعيد انتاج الميثيونين، حتى اعيد انتاج الميثيونين. فلذلك هذول هاي اول طريقه انا بقدر اتخلص فيها من ايش؟ اتخلص منها من الهوموسيستين، بحول الهوموسيستين الى ايش؟ الى الهوموسيستين بحوله لايش؟ بحوله الى ميثيونين، بدي الفوليت وبدي الفيتامين بي 12. هذول بيساعدوا في عمليه الريميثيليشن، لانه انا هون والهدف من القصه انا اربط الميثيل جروب اربطها مع الهوموسيستين حتى انتج ايش؟ الميثيونين، لانه قبل شوي كتبنا العلاقه الميثيونين ناقص ميثيل جروب بيعطيني هوموسيستين، وبدي اعيد انتاج الميثيونين عشان اتخلص من الهوموسيستين، انا بعطي الميثيل جروب مره ثانيه عن طريق بدي بي 12 فوليك اسيد. في الباث واي الثاني للهوموسيستين انا بصنع من خلاله ايش؟ بصنع من خلاله السيستين. فبيكون الهوموسيستين هون بوجود السيرين، من السيرين والفيتامين بي 6 عن طريق سيستاثيونين بيتا سانثيز، ايش بيعطيني؟ بيعطيني سيستاثيونين، والسيستاثيونين بعديه عن طريق برضه البي 6 وعن طريق ايزومر لهذا الانزيم السيستاثيونيز، بالنهايه بيعطيني السيستين وبطلع الالفا كيتو جلوتاريت وامونيوم. هنا بدنا بي 6، اذا صار في ديفيشنسي في البي 6 والبي 12 والفوليك اسيد، معنى الامر هذا بصير في اليفيشن للهوموسيستين، بصير في اليفيشن للهوموسيستين. الان الفيتامين بي 6 بسميه البيرودوكسين، بسميه البيرودوكسين، فيتامين بي 6 اسمه العلمي البيرودوكسين. خلينا نرجع احنا نشوف انا وياكم تكست اون. اللهم صل على سيدنا محمد. هون قلنا انه يعني حكي لكم سورس الميثيونين هو مصدر الهوموسيستين زي ما حكينا، ومرتبط بالاثيروسكليروسيس والفاسكولار ديزيزز والثرومبوسيس. ليش؟ لانه بزيد الاوكسيديتيف ستريس. فلذلك ارتفاع مستويات البلازما هوموسيستين بسبب بروموشن للاوكسيديتيف ستريس، انفلاميشن، endothelial dysfunction. شوفوا هذه الأمور جميعها، وبالتالي بيزيد الريسك لإيش؟ للأوكلوسيف فاسكولار ديزيزز. أوكلوسيف فاسكولار ديزيز بدون ما تحكي عن كوليسترول ولا تقول لي هايبر كوليستروليميا ولا غيره، إذا بيكون من الهوموسيستين. فهذه هذول عوامل منفصلة عن العوامل الأخرى، عوامل قصة الليبيدز وهي الأمور. إذا mild elevations are seen يعني تقريبا 7% من البوبيليشن عندهم اليفيشن في الهوموسيستين. والان شو بتقول يعني الدراسات الاحصائيه الابديمولوجيك ستاديز، شو بتقول؟ انه بلازما الهوموسيستين له علاقه عكسيه مع مستويات البلازما الفوليك اسيد بي 12 والبي 6. يعني كل ما زادت المقصود فيها، يعني يصير في زياده للهوموسيستين، بيكون عند المرضى هذول انخفاض في الفوليك اسيد بالبي 12 وبالبي 6، لانه هاي الانزيمات الضروريات لتحويل الهوموسيستين يا للميثيونين لا للسيستين. هسه هذول برضو اذا بنحكي عن مثلا بريجننت وومن، بريجننت وومن مثلا بدها تحمل مثلا او فتره الحمل، بتلاحظوا انه اذا كان عنده هوموسيستين عالي بصير الطفل هون او الجنين عنده ممكن يتطور نيورال تيوب ديفكتس، وعادة بقول عنها اللي هو سباينا اللي هو بيفيدا، سباينا بيفيدا. وهي في أربع، يعني في أربع أنواع منها، في أربع أنواع. لذلك هنا بالأخص هذول بقول عنها هذول الفيجيتيريان بالذات، أو اللي بتكون
اللي مستويات الفوليك اسيد قليله، يعني لذلك ببعض الحالات لازم انه الام قبل ما تخطط للولاده او تخطط للحمل المقصود فيها انها تاخذ فوليك اسيد B12 بكميات كافيه مشان تقلل من الريسك للاصابه بنيورال تيوب ديفكت اللي هو بالاخص سباينا بيفيدا. وهون انا احد الحالات اللي هو المنينجوم مايوليسيل اللي هو بدوره احد الانواع، بتلاحظوا انه في بتروجن للسباينال كورد باتجاه خلينا نحكي احنا يعني ما بصير في بصير في امبروبر كلوجر ما بين المشكله في الفيرتبرال كولوم، بالتالي بصير في زي ما انتم شايفين بروتروجن للسباينال نيرف هون باتجاه الخارج وبكون هاي الستراكشر وهذا الانتفاخ، وعادة علاجه بيعتمد يعني ممكن في بعض المرات بيكون في مشكلة بالانغلاق بس السباينال نيرف أو السباينال كورد بيكون طبيعي، بس عندنا هون ايش بيكون فارغ، يعني بيكون كل نقول الحبل العصبي او نقول موجود مباشر وين داخل الفيرتبرال كانال، وبالتالي بس هنا سهل، انا سهل عمليه يعني ضبطه. انا حاطط لكم على صفحتكم يعني سيرج لقصص زي هيك، افتحوها وطلعوا عليها للتريتمنت بثنيك حالات، افتحوا تفرجوا. طيب نيجي لموضوع الميتابوليك ديفكتس ان امينو اسيد ميتابوليزم، طبعا هذا بترجع للكتاب في شغلات كثيره بس احنا راح نركز على نوع واحد. اولا في مرض بنسميه الفينيل كيتون يوريا، الفينيل كيتون يوريا، هسه الفينيل الانين المفروض انه نورمالي عن طريق الفينيل الانين هيدروليز، ايش بدي هيدروكسيليز بالذات فينيل الانين هيدروكسيليز بيعطينا تيروسين، بيعطينا تيروسين وبدنا هون عادة structures أو نقول other substrates زي مثلا تترا هيدرو بيوبترين زائد أكسجين بتعطيني الداي هيدرو بيوبترين. طبعا هذا جزء من المساق للأسف محذوف، التترا هيدرو بيوبترين وعلاقتها في حتى في تصنيع مثلا النيورو ترانسميترز وغيرها من الأشياء اللي يعني للأسف محذوفة. اذا معناها الفينيل كيتونيوريا بيكون ديفيشنسي بالفينيل الانين هيدروكسيليز واللي بدوره بيمنع انتاج التيروسين. ايش الكاركترستيك للبي كي يو؟ اول شيء بيصير فيه ما دام انه المفروض الفينيل الانين يتحول لتيروسين والانزيم ديفيشنت، معناته بصير في اليفيشن بالفينيل الانين وبيظهر بتركيز عالي بالتشوز بالبلازما واليورين زي ما انتم شايفين. هسا شو الفئة التيروسين؟ التيروسين ليش بستخدمه؟ يعني يوم يتحول فيني الى تيروسين، استخدامات التيروسين انا بستخدمه بالتشوز، يعني هو احد الاحماض الامين بيدخل بتركيب البروتينات، بحوله الى ميلانين، بحوله الى كاتاكولامينز اللي هي نيورو ترانسميترز، بحوله الى ايش؟ فيوماريت واسيت واسيتيت وبدخلهم برضه في الميتابوليزم. الان بتلاحظوا انه ايش اللي بصير نورمال؟ انا بدي احكي الان نورمالي، نورمالي المفروض الفينيل الانين يعطيني تيروسين وكميه، شوفوا كميه الكيتون بودز، مش الكيتون بودز نقول عنها الكيتون يوريا، هذول بيكون كميتها ايش؟ كميتها قليله زي الفينيل بايروفيت والفينيل لاكتيت والفينيل اسيتيت، المفروض كميتها قليله بالحالة النورمال، ولكن يوم يصير في ديفيشنس بالفينيل الانين هيدروكسيليز بصير في شيفت باتجاه تصنيع ايش؟ باتجاه تصنيع هاي الميتابولايتس، تصنيع هاي الميتابولايتس اللي هن الفينيل كيتون، فينيل كيتون بودز اللي هن في فينيل بايروفيت اللي بتعطي بعديها في باثوي فينيل لاكتيت وفينيل اسيتيت. هذول ايش طبيعتهم؟ يوم يزيدوا في اليورين بيعطوا ماوسي اودر رائحة تعفن، مستي اودر رائحة تعفن، ولذلك هنا جاءت التسمية من الفينيل كيتونز اللي هن هدول اللي حكينا عنهم اللي بتشمل ايش؟ بتشمل الفينيل بايروفيت واللي بتتحول الى فينيل اسيتيت وفينيل لاكتيت، وجودها بكميات كبيرة باليورين
بتعطي للشخص وقت ما يتبول من رائحة بوله كريهة. طيب إيش المشكلة في حالة إنه صار في مثلا الفينيل كيتون يوريا؟ أول شيء بيصير في أعراض على البرين، يعني بالذات يعني بصير في أكوميليشن للفينيل ألانين بيأثر على البرين، وهاي الفينيل كيتون بادز زي برضه راح تأثر على إيش؟ تأثر على البرين، مثلا بتسبب منتال ريتارديشن، فيلر تو ووك اور توك، سيجر وغيرها، هايبر اكتيفيتي، تريمر، مايكروسيفالي اللي هو صغر حجم الرأس مقارنة مع الجسم، مشاكل بالنمو وغيرها. وعادة بيكون هذول المرضى اللي عندهم الفينيل كيتون يوريا بيكون عندهم الاي كيو ماله قليل، مستوى الذكاء قليل، باي ذا ايج اوف 1 يير بيكون اقل من يعني 50 بوينت. ليش انه مثلا هذا صار له ريدكشن في البوبوليشن؟ لانه برضه هذا الفينيل كيتون يوريا احد الانزيمات اللي بتم او احد الامراض بس تدخل ضمن النيونيتال سكرينج بروجرام، لانه اذا اكتشفت قصه انه عنده فينيل كيتون يوريا وعنده فينيل الانين هيدروكسيليز معناه خلص انت الان يعني تعمل له يكون اوير من في غذاء ويكون مستويات الفينيل الانين بتكون قليله، وبالتالي انا بمنع القصه هي، يعني كانه هذا بده يدخل في دايت ريستريكت دايت طول فتره حياته. قبل شوي قلنا لكم المفروض انه الفينيل الانين بيعطيني تايروسين، المفروض هيك، والتايروسين بيعطيني ميلانين. طب اذا كان في الانزيم هذا الرياكشن صار بلوك، معناه التايروسين قل، معناه الميلانين قلت، لذلك بصير في هايبو بيجمنتيشن. وعاده التايروسين بيعطيني ميلانين عن طريق ايش؟ عن طريق انزيم بسميه التايروسينيز. التايروسينيز اللي هو اول ستيب في انتاج ايش؟ الميلانين، صبغه الميلانين. بس مشكله ايش؟ يوم يصير في زياده في مستويات الفينيل الانين، هذا الكلام بيعمل انهبيشن للتايروسينيز. هاي المشكله، يوم يصير في زياده بالفينيل الانين بيعمل انهبيشن للتايروسينيز، والنتيجه ايش النتيجه؟ يعني هاي المشكلة، لذلك إجباري بصير شفت اتجاه الهايبو بيجمنتيشن. فلاحظوا هذا الباثوي ما تحفظوش، خلاص التايروسين بده يعطيني ايش؟ يعطيني الميلانين. لاحظوا الانزيم التايروسينيز بصير له انهيبيشن مع زيادة مستويات الفينيل الانين، بالتالي بكل انتاج الميلانين بصير الهايبو بيجمنتيشن. بالنسبة للنيونيتال سكرينينج اند دايجنوزز للبي كي يو، أول شغلة بدنا نفهم نقطة مهمة إنه المفروض إنه بيكون الفينيل الأنانية، يعني مثلا طفل مصاب بالفينيل كيتون يوري، أول ما يولد بيكون مستويات الفينيل الأنانية بتكون نورمال. ليش نورمال؟ لأنه الأم هي اللي بتضبط مستويات الفينيل الأنانين. بس بمجرد ما أنه، وهذا الكلام من خلال البلاسينتا، بعد ما أنه يولد الطفل وبعديها يتعرض للبروتين فيدينج بريست فيدينج، بيكون بيحتوي على بروتين. بعد ما تعرض ب 24 ل 48 ساعة بعديها بصير في إليفيشن بالفينيل الألانين. طب الآن برضو، طب إذا جينا فحصنا أول ما يولد الطفل، جينا فحصنا الفينيل الألانين راح نلقى نيجاتيف، تالي أنا بقول المريض أو الطفل ما عنده فينيل كيتون يوريا، هو بيكون عنده بس لأنه هو المفروض إنه أول ما يولد، يعني لازم بعد 24 ل 48 ساعة من الرضاعة أعمل الفحص، فراح القى انه اليفيتد، فينا بيصير له اليفيشن، بينما اذا اخذت مباشره لا ما بيعطيني فولس نيجاتيف ريزلتس. ف اذا لذلك انا بعمل مشان انا يعني اجزم بالموضوع،
بشوف الكوانتيتيف ديتيرمينيشن، يعني انا ما بقيس الفينيلالانين هيدروكسيلاز، انا بقيس بعد 24 48 ساعه بشوف مستويات الفينيلالانين، يعني كوانتيتيشن للفينيلالانين ليفلز. فاذا كنا عالي ممكن يكون فرضر تيست مطلوبه ان اقيس مستويات الفينيلالانين هيدروكسيلاز. شو طبيعه التريتمنت؟ التريتمنت معناه اول شغله نعرف ان البروتينات بشكل عام تحتوي على الفينيلالانين، لانه احد اضماد العمليه ال20. فلذلك انه يعني لذلك هنا احنا لازم ياخذ كميات، يعني مشكله اذا تناول البروتينات مستحيل انا عادي اضبط مستويات الفينيلالانين لانه ويدخل. فالمشكله اهم شغله انه ما يوصل الفينيلالانين الى ليفل، تعرف الفينيلالانين هو جزء من الاحماض الامينيه بيدخل في تركيب البروتينات. اذا صار في خلينا نحكي هيك، صار في اكسيد للكوانتيتي للفينيلالانين اللي مصدرها من البروتين، حاجه الجسم تظهر بصير لها اكوميوليشن بالبلط. واذا صار لها اكوميوليشن انا هون مباشره راح يتكون الفينيلالانين والفينيل في بعديها الفينيلالانين فينين بايروفيت فينين اسيتيت فينين لاكتيت، وبالتالي هذا الامر بيعمل مشكله كبيره جدا، يعني بسبب الاعراض. فالحل الحل انه انا اعطي الطفل اللي بنحكي عن البريست فيدنج، انا بعطيه سنتاتيك ميلك بيكون في مستويات الفينيلالانين قليله، وكمان يعني ممكن يكون له ناول الناتشرال فود زي الفروتس الفيجيتابلز، هاي كلها جميعها بيكون مستويات الفينيلالانين فيها قليله. الامر الثاني يعني انا الكميات انا اللي بعطيها للشخص بيكون تعتمد قد ايه عنده قدره على التحمل بدون ما انه تظهر هاي الاعراض، وهذا في فاريشن، يعني لانه عنده مستويات الديفيشنسي فاريبل، يعني تقول هل الديفيشنسي نسبه 70 80% 50% 60%، برضه هذا اللي بيحكم. يعني برضه بالنهايه اذا ما صار في تريتمنت هون بصير في نيورولوجيكال دامج، نيورولوجيكال دامج. فمع بداية التريتمنت أنا هون وعملت التريتمنت بالفترة الزمنية المطلوبة، منعت immunological damage، زدت الآي كيو، زدت الآي كيو. وتريتمنت عادة بتبدأ خلال 7 أيام لعشر أيام من الحياة عشان أمنع قصة المنتال ريتارديشن بسبب immunological damage بسبب مستويات الفينيلالانين وما يتبعه. بس في عندنا مشكلة، يعني احنا بنعرف الفينيلالانين هو اسينشال امينو اسيد، لذلك وبتم استخدامه بشكل كبير. لذلك هون انا اذا يعني بفعل الريستريكتد دايت كان مستويات الفينيلالانين كانت قليله، يمكن هذا انا يعني كنت في مشكله، بصير مشكله ثانيه، بصير باثر على الجروث وباثر، وبرضه بسبب انيولوجيكال سيمتومز يعني انخفاض وزيادة الفينيلالانين بالنهاية. لذلك لازم تعمل اوبتمايزيشن للدايتس. الآن كمان شغلة ثانية من الأشياء المهمة إنه التيروسين، إحنا الفينيلالانين بيعطينا التيروسين، طب إذا كان عملنا له ريستريكشن للدايت وبالتالي مستويات التيروسين راح تكون قليلة، لذلك أنا لازم أعمل له سبلمنتيشن، يعني لازم أعطي المريض تيروسين مشان يقدر يصنع المواد سواء كاتكولامينز سواء كان ميلانين وغيرها. لازم الدايت تكون كونتينيوس، اذا كان في ديسكونتينيوس دايت قبل الايت ييرز ماشي، ممكن هذا الكلام بيقلل الاي كيو، بيقلل الاي كيو، بيقلل الاي كيو. لذلك لازم تكون كونتينيوس. حتى اقول لكم شغله، حتى لو كان الشخص ادلت وكان عنده برضه فينيلالانين هيدروكسيلاز ديفيشنسي، برضه راح يقل الاي كيو عنده، راح يقل الاي كيو عنده برضه. ولذلك هي نمط حياه راح تكون، هي لايف لونج ريستريكشن للفينيلالانين. بس هذول الاشخاص يعني بيقولوا الاسبرتام، مثلا الاسبرتام اللي هو لاحظوا بيحتوي نسبه عاليه من الفينيلالانين، من كل ممنوع انك تاخذ ايش؟ ممنوع انك تاخذ المحليات الصناعيه الاسبرتام. الاسبرتام هنا
برضه بيحتوي على فينيل ألانين، فلذلك لازم يمتنعوا عن الخلايا الصناعية اللي بتحتوي على اسبرتام. هسا الماتيرنال، افرضوا أم عندها إيش؟ أم كان عندها بي كي يو وبدها تحمل، لازم قبل ما تخطط الحمل تضبط مستويات الفينيل ألانين. تخيلوا إذا ما عملت حمية بصير مستويات الفينيل ألانين الداخل الفينيل ألانين داخل الطفل، يعني ما هو أصلا ما عملت دايت معناه راح يكون عنده زيادة بالفينيل ألانين. طب ما هو عن طريق البلاسينتا راح يوصل للإمبريو، الإمبريو راح يصير عنده يتعرض لكميات كبيرة من الفينيل ألانين، وهذا الكلام بيؤدي إلى إيش؟ بيؤدي إلى يعني أولا مايكروسيفالي، الجنين يصاب ومنتال ريتارديشن برحم أمه، وكون جينيتال هارت ابنورماليتيز. هذا كله اذا بتحكوا عن يعني هو في رحم الام، لذلك هي لازم ايش؟ لازم انا الحالة بسمي ماتيرنال بي كي يو سيمتوم. شو الحل؟ الحل انها لازم خلال تضبط غذائها بحيث ان يكون مستويات الفيدين الانين كميات معقوله، لانه الجروث بده كمان بدنا بروتينات، بدنا نصنع البروتينز، والبروتينز الفينيل ألانين بيدخل في تركيب هاي البروتينز، لذلك لازم تدخل بداية الكنترول وانت بريور للكونسبشن قبل تخطيط الحمل، وهذا الحكي بده يكون كمان يستمر خلال فترة الحمل. طبعا احنا هيك بضل لنا شابتر واحد، بكرة بضل علينا يعني نصف ساعة بس وبننهي، فاكتبوا أساميكم موجودين، اكتبوا أساميكم الله يسر أموركم إن شاء الله.